السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تم اليوم انتخاب الجزائر بجدارة واستحقاق عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023-2025، وذلك تقديرا لدورها كدولة محورية في المنطقة واهتمامها بتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم. وحصدت الجزائر ما مجموعه 178 صوتا في هذه الانتخابات التي جرت في نيويورك خلال الجلسة العامة 17 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي من خلالها ستنضم 14 دولة جديدة إلى هذه الهيئة الأممية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم والتعامل مع حالات انتهاكات حقوق الإنسان وصياغة توصية بشأنها. وتجر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان يتكون من 47 عضوا يتم انتخابهم لمدة 3 سنوات وفقا لتوزيع جغرافي يمنح 13 مقعدا للدول الإفريقية و13 مقعدا أيضا لدول آسيا والمحيط الهادي، إلى جانب 8 مقاعد لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و7 مقاعد لدول غرب أوروبا ودول أخرى، بينما تحظى دول أوروبا الشرقية ب6 مقاعد. وسيسمح انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان اعتبارا من الفاتح يناير 2023 للمرة الثالثة منذ إنشاء هذه الهيئة عام 2006 بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وكذا تأكيد المكانة التي تستحقها ضمن المجموعة الدولية، كما من شأنه أن يعزز ترشيحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025، والتي ستجري انتخاباتها في شهر جوان 2023. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة